صافي ولا مازال؟ ولا شي لا معليش السي محمد صبر جيت شرب هاك شرب معليش 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 صبر معليش انا مسكين شرب وتقعد شويه هاك باش نشرب دور حاول دور حاول دور هاك باش نشرب انا مغاديش نعرضك ولا شي حاجه غير طغى هكا لا ماشي هذا تبقى غير هكا يديك وجهك وجهك باينين هاك حالتك حالها غير يديك هكا لا اله الا الله باقي ما طلقتي لا راك طالق انا السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في مباشرة معكم من مدينة الرباط. اليوم عندنا واحد الحالة اللي هي حالة إنسانية، واحد الشخص يعني اللي عنده يعني ضيق التنفس الحاد، والأخت ديالو اللي كتعتني به يعني اللي سمحات في راسها وسمحات يعني ما تزوجاتش على قبل، ضحات على قبل الأخ ديالها اللي عندها، هما بوحديتهم اللي كاينين ما عندهم حتى شي واحد، الواحد هو الله سبحانه وتعالى. كنتمنى من الناس اللي كيتابعونا على قناة شوف تي في داخل او خارج ارض الوطن، مبارك مسعود بعدا، كنتمنى من الناس يعني يعطيهم يد المساعدة ويعاونهم، لانهم كارين تقريبا بمبلغ 1400 درهم في الشهر. كتعرف بان السيدة كتخدم غير في البيوت، مرة كتخدم مرة ما كتخدمش، يعني الخدمة على قد الحال. الوضعية ديالهم صعيبة بزاف، كنتمنى من الناس يعني اللي في القلوب ديالهم الرحمة يحاولوا يربطوا الاتصال بهم، لأن الحالة ديال الأخ ديالها يعني الحالة ديالهم يرشي لها. كنتمنى من الناس المحسنة تعاونهم، جزاكم الله خير الجزاء، بقاو معنا باش نعرفوا المعاناة ديال هاد الناس. اوكي باش غير باش يبانوا ليه الرجل اللي تبان ليه من بعد يبان راه باين مسكين هذا عاوتاني على المعاناة ديال الأخ ديالك. واخا السلام عليكم أخوتي. السلام عليكم اخوتي، مبارك عليكم شركم بعدا هي الاولى، الله يدخل عليكم الشهر بالصحه والسلامه. انا كنعاني من واحد الحاله، حاله راه لا يرثى لها، عندي خويا مريض بزاف وعندي غير انا ويا غير الله سبحانه الا هو، وانا كاريه وكنت كنخدم داكشي ملي مرض خويا وليت انا مقابلاه وما نقدرش نخرج ونخليه، ما كاين غير انا ويا بوحديتنا، ما كاين معنا حتى شي حد اخر. وخويا عنده مرض مزمن وعنده ضيق تنفس ولا يعني ولا كلشي، حاشاكم راه تعرفوا بالانسان اللي كيطرح الفراش ما كيبقاش يقدر حتى شي حاجه، راه خاص غير اللي يعتني به وصافي. وانا كنت يعني بامكاني نتزوج وندبر على راسي وداكشي، ولينا على ود وانا جالسه انا ما بقيتش كنقدر لا نخدم لا ندير حتى شي حاجه، ما بقيتش كنقدر نمشي حتى لشي بلاصه، ما كنقدرش نخليه حيت غير انا وياه وانا اللي مقابلاه. وكنتمنى من الناس يساعدوني ويعاونوني، انا كاريه هنا في هذا البيت، بيت واحد هانتوما تتشوفوا الحاله ديالو كيفاش دايره، بيت واحد عند هذه السيده. دابا هذه السيده قالت لي خصك تخلصيني ولا تخرجي، انا كاريه ب 1400 درهم ب 28000 ريال، قالت لي ديريو العيد هذا وبغات تخرجني انا وخويا، وانا ما عنديش فين نمشي انا وياه، عندي غير الله سبحانه الا هو، ما عنديش فين نمشي انا وياه. بصح هادشي اللي تنقولو انا ما عمري ما كنت كنطلب ولا انا كنتمنى نطلب ولا شي حاجه، ولا اني لا اله الا الله محمد رسول الله. عندي خويا ما بغاوش يقبطوا ليا في السبيطار، كندير ثلاثه المرات وما كيردوه ليا، ما بغاوش يقبطوه ليا، حالتو راه حاله ما بلا ما نقول لكم، راه الله اللي كيعلم على كل شيء. وهذا الشيء اللي غنقول لك، كنتمنى الناس يعاونوني ويساعدوني، كنتمنى الناس قلوب الرحيم يعاونوني ويساعدوني ان شاء الله بقيطون. انا ما كاينش اللي قارني انا خويا ندير عليه اي حاجه، ما بغيتش نلوحو، عندي غير خويا واحد اللي عندي، ما بغيتش نلوحو ندير عليه اي حاجه. الناس كيعاونوني هكا بليكوش، كيعاونوني بهذا الدواء وداكشي،
ولاني غلبني الكره وغلبني وانا غير بوحدي سي ما نقدرش. انا رانا ما كبرت والخدمه الخدمه ما كايناش اصلا. انا كنت كنخدم شحال هذه دابا ما كايناش الخدمه. دابا انا مقابلها ما كنقدر نمشي حتى لشي بلاصه، ما كنقدر نمشي حتى لشي بلاصه نخدم على وداش ما كاينش اللي قابله وما كاينش اللي يعساني به. ولا اله الا الله محمد رسول الله، شنو غادي نقول؟ كنتمنى من الناس يعاونوني ويساعدوني. العواشر هذه وراء اجرهم عند الله كبير، اللي دار اللي ساعدني بغيت ربي يساعده في الدنيا وفي الاخره. ولا اله يقلل شي واحد صحته. تعرف الصحه الا مشات تقلات لك الصحه صافي. وانا خويا واحد اللي ما قدرتش نفرط فيه ولا نلوحو، ما قدرتش نلوحو. وكيعاني من الضيقه من شحال هادي. ولاني عنده الدقه وحاجه عنده الدقه ديال الكارو كان شويه. ولاني دابا صافي، دابا طريح الفرج انت تشوف لي كوش وكلشي خويا، تشوف كلشي يعني. وتعرف الانسان اللي مريض خاصو لي كوش، خاصو الدواء، خاصو العنايه، خاصو الماكله، خاصو ما بقاش كياكل اصلا. حتى الماكله ما بقاش كياكلها بالسبيطار، ما بغاوش يشدوه ليا. كنديو كيردوا ليا، كنديو كيردوا ليا يعني بحال داروا من وانا دابا هادشي طول عندي بزاف. وانا ما عنديش اللي يعاونني من غير الله سبحانه الا هو. والوجوه الناس الخير اللي بغاو يعاونوني ويساعدوني راه اجرهم عند الله كبير، الله يكثر خيرهم. نتمنى على الله ان يساعدوني ونبقى فيهم. راه انا راه انا ما عندي لا راجل لا وليدات اللي يعاونوني لا حتى شي حاجه، عندي غير الله سبحانه الا هو. ما عندي حتى حد وما عندي ما نقول. انت تشوفني انا كندير في الهضره، انا ما عمرني ما درت هذا الشيء، ما كنعرفش ندير هذا الشيء، ما كنعرفش ندير الفيديو. تضطررت باش ندير هذا الشيء يعني، وقفت العظم ودرت هذا الشيء على وداش ما صافي يعني. كنتمنى من الله، كنتمنى من الله والقلوب الرحيمه يعاونوني ويساعدوني. واجرهم راه عند الله كبير، وربي ما غاديش يخيبهم. اللي دار شي حاجه ودارها الخير والعواشر هادي ربي يخيبو. انا ما كنطلب حتى حاجه، ما كنطلب لا كنطلب غير اللي يساعدني، غير هو يساعدني على خويا وعلى الكرا. وهادشي اللي كنطلب، هادشي اللي كنطلب. اكو كان الانسان راه معمر، الانسان خصو في الدنيا دائما، الانسان في الدنيا يطلب السلامه. الانسان حتى تقلو صحته راه صافي، الصحه هي كلشي. وهادشي اللي غادي نقول لكم اخوتي، شنو غادي نقول؟ كنتمنى على الله الناس يساعدوني، الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم، الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم، الله يكثر خيرهم. انا بقيت غير انا وياه، هو راه كبير، راه ولد 65 وانا راه عندي 60 عام في عمري، راه كبرت يعني. ما بقيتش قاده حتى واخا كاع سميتو، ما بقيتش قاده على التمرمات ديال الديور. داكشي كنت كنخدم غير في الديور، ما عندي لا حرفه ولا حتى شي حاجه. وهادشي اللي غادي نقول. وبالنسبه شنو قال الطبيب يعني؟ ما قال لي حتى شي حاجه. هو عنده الضيقه، عنده المزمنه حاده، وعنده ميكروب في الصدر ولا شي حاجه، وما بغاوش يشدوا لي، ما بغاوش كيخرجوا لي غير الدواء، غير الدواء. وانا الدواء قهرني، قهرني الدواء ديالو. ولي كوش راه شي الدواء ديالو شحال بزاف ديال الدواء قهرني. ما كان مشيت للبيبان زعما طلبت ولا كشي، ما كاين هاد الجمعيات وهاد الشيء، ما حتى شي حد اللي قلتي له كيقول لك لا هادي ولا المهم يعني حتى شي حد ما ساعدني ولا هادشي اللي غنقول. وانا ما كنعرف يعني كتدق على البيبان، كندق على البيبان ولا البيبان كلهم. والله الا بغى يفتح لي الله شي بيبان، شي باب من هاد البيبان هادو ديال الناس القلوب الرحيمه اللي كنطلبهم، الله يكثر خيرهم. هادشي اللي غنقول لك اولدي، هادشي اللي غادي نقول. ما كنت شي واحد من العائله حتى شي واحد، ما هنا ما عندنا حتى شي حد، هنا ما عندنا حتى شي حد. كل واحد مليه في راسه، كل واحد مع ولادو، كل واحد تتعرف الانسان النهار اللي كتجي فيه ما كيبقى يعرفو حتى واحد، كيسول عليك حتى شي واحد. من غير الا ما جبتيهاش بكتاف كل هذا ما كاين حتى شي حاجه. وانا راه لا ما كنفكر في مرضي، انا راه مريضه، راه عندي مرض مزمن، عندي الركابي، عندي الطونسيو، عندي السكر، عندي كلشي. الامراض ديالي انا ما كنفكرش فيها، انا كنفكر دابا غير في هذا اللي ما بقيتش قدرت نلوحو ولا ندير لي شي حاجه. ولدي ما قدرش نلوحو خويا، ما قدرش نلوحو. انا سمحت براسي، مسامحه في راسي وفي كلشي. والله القسم الا كنخلي انا راسي من الدواء، وكنشري ندبر ليه هو على الدواء، نمشي نطلب الناس وكلشي كيعاونوني على الدواء ويعاونوا لي على الكوش ديالو وداكشي. دابا السبيطار ديتي لي باش يشوف؟ ديتو ثلاثه د المرات ولا اربعه ما عرفتش. كيخرجوا لي غير التحاليل، واش بقى فيهم التحاليل؟ وخرجوا لي التحليله ديال ديك سميتها ما شنو كيقولوا لها كاع بزاف 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 بزاف. دابا ما بقاش كيتحرك، دابا انا اللي كندير ليه حاشاك لي كوش، انا اللي كندير ليه كلشي، ما كيتحركش. والماكله ما كياكلش، ما بقاش لا كياكل لا والو. كندير للسبيطار كيقول لك لا صافي غير دي هذا، ما عندوش النعاس، عنده غير الدواء، ما بغاوش يشدوا ليا. تدير لي الدواء والو الحاجه تتدور والو، بالعكس دابا زاد ما قلت هي كل والو حاجه غادي تتدور غادي وتتزيد الدهور. ما بقاش كياكل الماكله، ولا تعطيه جوج عضات ولا هذا، كدير لي السوبر ولا شي حاجه، ما كيشربش ليا والو والو، غير الماء غير الماء غير الماء غير الماء غير الماء.
هو هادشي اللي غنقول لك، اش غادي نقول؟ انا كنطلب من الله ومن الناس يعاونوني ويساعدوني، الله يكثر خيرهم واجرهم عند الله كبير في هاد العواشر. اللي بغى يدير فيا خير واللي ما تاقش بيا يجي لعندي ويشوف، اللي ما تاقش بيا يجي لعندي، ويشوفني. انا ما كنكذبش، اللي ما تاقش بيا راه الله فوق مني. انا ما نقدرش نطلب بخويا، ما نقدرش نطلب به، ولاني انا ما كنطلبش، بغيت الله، بغيت الناس يساعدوني، كنطلب غير المساعده، يساعدوني الناس. هادشي اللي كاين ولدي، الله يكثر خيرهم ويرحم ليهم الوالدين ويخلف عليهم في هاد العواشر. هادشي اللي غادي نقول. وانا راه شوف الهضره ديالي كدايره، انا ما كنعرفش كاع حتى نطلب، حتى الطلبه ما كنعرفش كيفاش نطلب. كاين الناس اللي صحاح ودايرين قناه وكيساعدوهم، وانا ما انا ما عندي لا قناه، ما نعرف ندير لا قناه لا والو، انا ما قاريه ما والو، انا اميه. ولكن شي ناس عندهم قنوات وصحاح وباقيين صغار، يعني راه كاين امثله بزاف، لا داعي لديك الاسماء، وكتلقاهم كيعاونوهم كيصيفطوهم، ل 140 ما عرفتش دير، حيت دير قناه كيهضر فيها وكيقول. وكاين الناس اللي هاد الحالات اللي كنطيحوا فيهم، يعني بزاف ديال الحالات، يعني اللي كاينين بحال الحاج، ما كنلقاو حتى شي، يعني حتى شي واحد زعما اللي كيساعد، ولا بصح ولدي الاغلبيه اللي كيتفلى، ولا بصح ولدي يقلل الحي على بنات الناس وعلى هادشي اللي كاين. وكاينين ولاد الناس، كاينين ولاد الناس بزاف، كاينين هادوك خليهم منهم لله، هادوك ما نحسبوهمش، خليهم لله يحسبهم، اللي غيقول شي حاجه. ولكن كاينين ولاد الناس، كاينين ولاد الناس، هما اللي كنتمناهم يشوفوني. ملي كتشوف واحد دير قناه وكيهضر كخوا الخاوي وما عنده حتى شي، ما كيهضر حتى شي على شي حاجه مزيانه، وكتلقاه صحيح وباقي صغير، يعني 24 25، وكيطلبوا في، يعني كيبداو يهضروا، كتلقى دابا المشكله كيكونوا كتكون عندهم المساعده. هذا هو الغريب، هذا الشيء هو اللي انا والله ولدي انا عندي الله، انا كل ما كنش كل ما كنش بزاف ديال الناس عندهم قنوات وصحاح بامكانهم يخدموا، بامكانهم يديروا، بامكانهم. عندي الله ولدي انا، ما عرفتش انا هاد الناس اللي كيعطيو هاد الناس المساعده باش يعطيو لهاد الناس اللي في امس الحاجه للمساعده، كيعطيو الناس اخرين يعني برجلهم بصحاح باقيين. وعندهم اللي دعمهم، وعندهم الناس. حنا عندي الله سبحانه الا هو ولدي، انا عندي الله، انا عندي الله وليدي، انا ما عندي حتى شي حد، عندي غير الله سبحانه الا هو. حتى انا راه هاد الحويجات وهاد الشيء عاونوا بهم غير، عاونوني بهم غير الناس، وهاد الفراش وهاد الشيء والله عاونوني به غير الناس، الناس اللي عاونوني، كل واحد شنو جاب ليا. اما كنت والو، كنت ما عندي والو، ما عندي حتى شي حاجه، عندي غير الله سبحانه الا هو. انا وياه كنت مرمطو في الكرام، من هنا لهنا، من هنا لهنا. دابا من المرض وهادي بغات تخرجني، ما قدرتش فين غنخرجو، كيفاش غندير تنهزو اصلا، وفين غنخرج به، فين غنخرج به؟ والعواشر هادي ما حشماتش. قالت لك لا، قالت لك غادي تزيدي معايا غتخلصيني. 28 منين نجيب لها 28؟ دابا انا ما لقيتش حتى هذا الدواء، ولي كشر كيعطيوهم ليا غير الناس كيعاونوني بهم. عندي ما نقول، هادشي اللي غادي نقول. الله يكثر خير الناس، الله يكثر خير الناس، القلوب الرحيمه، الناس اللي كيحنوا كيشوفوا بقلبهم، ويحنوا يشوفوا بعينيهم يحنوا بقلبهم في هاد العواشر. هادشي اللي غادي نقول اوليدي، هادشي اللي غادي نقول. انا ما مالفاش كندير هادشي، وما عارفاش ما ندير كاع، انا الهضره ما عارفاش شنو نقول. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ولدي الله يدير شي تاول ديال الخير لينا ولجميع المسلمين. راه الناس مساكن، كاينين الناس اللي معذبين ومحتاجين، ما كيشوفهم حتى واحد، ما كيشوفهم حتى شي واحد. كاينين الناس اللي صحاب اليوتيوب، هذوك الناس ديال صحاب اليوتيوب، علاش ما كاش نتوما كتدخلوا الفلوس وكتولوا على الناس، علاش ما كتعاونوش بحال هذه الفئات المعوزه؟ علاش دابا نتوما يعني كاين شي ناس كيدخلوا واحد المداخل من اليوتيوب، يعني دونك بعض الناس بعد بلا داعي لديك الاسماء، اللي كيحطوا واحد المحتوى غير الله يعرف. المهم ولكن كيتلقاو الدعم من الناس، ما يعني هادشي كيأثر في النفس. كنتمنى من الناس اللي كتشوفنا ولا كتابعنا على قناة شوف تيفي، يحاولوا مثل هاد الحاجات اللي خاصنا نساعدو، مانبقاوش نساعدو التفاهة اللي ما عندنا ما نديرو بها، لأن الناس كتبغي دير البوز بأي طريقة. كنتمنى من الناس اللي كيتابعونا على قناة شوف تيفي، يحاولوا بحال هاد الفئات هما اللي خاصنا نعطيهم يد المساعدة، ونشوفو عندهم. الله يكثر خيرهم، الله يكثر خيرهم، الله يكثر خير الناس اللي ساعدني وعاوني، الله يكثر خيرهم. هادشي اللي غادي نقول.